تنهار من البكاء لحظة توصلها للسعودية في أول زيارة بعد مطالبات بمنعها من الدخول. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية هيا الشعيبي لدى وصولها للمملكة العربية السعودية، حيث ظهرت خلال الفيديو وهي تبكي بحرارة. ووثقت عدة مقاطع فيديو تأثر وبكاء هيا الشعيبي في زيارتها الأولى للسعودية بعد الأزمة التي طالب البعض على إثرها بمنعها من دخول المملكة. لي جيران ولي إخوان، لي إيد يمنى وإيد يسرى، لي حبايب. وخلال أحد الفيديوهات ظهرت هيا الشعيبي وهي تجلس في سيارتها برفقة أسرتها، بينما أجهجت في البكاء بحرارة بعد تأثرها من استقبال البعض لها في الشارع. ولفتت هيا الشعيبي الأنظار خلال الفترة الأخيرة بنشر المزيد من الفيديوهات لها من المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 92. ونشرت هيا الشعيبي رسالة للشعب السعودي احتفالاً باليوم الوطني، وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: دار الكرم ودار الطيب ودار الحب والتسامح، أنا بنتهم ومنهم وفيهم وأهم أهلي وحبايبي، عشت وربيت عندهم وحبهم في قلبي ما له وصف، وأنا بنت الشعيبي بنت الخليج. كما شاركت هيا الشعيبي مقطع فيديو عبر إنستغرام وهي تبكي متأثرة باستقبالها داخل أحد المنازل بالسعودية خلال فعاليات اليوم الوطني، حيث رحبت بها مضيفاتها وعلقت هي على الفيديو بكلمة عمري. وتفاعل عدد من النشطاء مع فيديوهات هيا الشعيبي وخاصة من جمهورها بالمملكة، حيث رحبوا بها وأبدى البعض استعداده لاستقباله في منزله. كما أشار البعض لعمق العلاقة بين هيا وبين الشعب السعودي. بلاش تقلدونا الله يهديكم، عشان اللي بيليق علينا ما بيليقش عليه. وعاتب البعض هيا الشعيبي على موقفها السابق والذي أثار غضب السعوديين ناحيتها، طالبين منها ألا تخذل جمهورها السعودي مرة أخرى.